ده روج ده؟ خيالك؟ لا ما تقوليليش ده انا فاكراه منيكير. يا جماعه في صوت بره، مين اللي بيعمل كده؟ قاعدين نصور ايه؟ اخبار وشي على الكاميرا؟ طيب قولولي. ليه مكياج فور ايفر؟ لانه بينعم الوش قوي، الوانه جميله جدا، مناسبه في كل الاوقات. المنتج المفضل هو، بس انا هقول لك عليه دلوقتي، ستيك فونديشن. ده حلو جدا، جديد على فكره وحلو جدا، انا جربته رائع الحقيقه. بنتي اللي جابته، انا خدته منها وجربته. اول مره حطيت ميك اب كان 19 سنين تقريبا، وكنت بعمل فيلم الرساله مع انتوني كوين وايرين باباز. لا رمضان ده شهر كريم وشهر جميل جدا وفيه كل الكرم. ايوه بقى ويلا بقى، بحبكم قوي 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 قوي، صدقوني من كل قلبي. يلا خش اعمل مكياج بقى، يلا باي. معكم مشاعل عجيل من الكويت ميك اب ارتست. اليوم في ثاني سيزن من حلوة رمضان، معاكم لثاني سنة، عندنا ضيفة خيالية، أسطورة في عالم الفن، هرم من أهرامات الفن المصري، حبيبتي فيفي عبدو. واي يا مسائل، كل سنة وانت طيبة حبيبي. وانت طيبة سكي مشاعل. واي واي ماني قادرة أصدق. أيوة مشاعل وفي مكياج فور ايفر. لا هنقطع بعض النهارده اهو، فانا هسيب لها نفسي اهو النهارده، هتشوف هتعمل فيها ايه مشاعر. بقول لكم شيء وايد مهم علمتني اياه اليوم، بس بعد شوي، شيء خطير. هنقوله لكل الناس يعني طبعاً ولا ايه؟ روح تسوينا فيه. هنعمله؟ طب اوكي يلا. اوكي، الحين قبل ما نبلش، اول شيء راح نبلش بلعبه. لعبه؟ يس. ايه بريلا بالليله وقطه الانجليز وكيك على علي وكيك على الواطي؟ نو. راح تختارين واحده من هذول الثنتين، حقيقه ولا تحدي؟ انت بتحرجي ولا ايه؟ ايه يا مشاعل؟ انت بتكلمي في فيفي عبده، قصدي كيداهم. طبعا تحدي. طبعا طبعا. ليش قاعده اسال؟ زين مش اخترتي تحدي؟ امباي امنيه حياتي انك تختارين التحدي. امبي امبي امباي. سو اللي راح يصير ان احنا اليوم راح نغير لك ستايل، شو ما انك اخترتي التحدي. اوكي طبعا، يعني راح نسوي لك شيء شوي انت مو متعوده عليه، بس راح تدمنينه. ادمنك يعني اجي لك الكويت كل يوم؟ انا بحب الكويت يا بعد عمري. يا بعد عمري والله بحب الكويت خالص. ثانك يو ميك اب فور ايفر على هالفرصه الجباره، الحمد لله. الحين نبلش، اول شيء راح نسوي ان احنا راح نختار الميك اب اللي راح نستخدمه اليوم حق فيفي، حق فوفا. يلا هتختاري ايه؟ اول شيء راح نختار لك فاونديشن، ستيك فاونديشن فول كفر من ميك اب فور ايفر، وايد راح تحبينه لسبب. ايه هو؟ كفر. انا مش أزل. عارفه اشوف نفسي ازاي النهارده، مستنيه متحمسه قوي للميك اب يا جماعه. الاورنج راح نستخدمه، لوس باودر. الباودر هتحطيها بعد الاساسات بقى. ايه وبعدين راح تعلميني حركتك الشهيره. طبعا. اليوم اللوك اللي راح نسوي لك اياه برونز، ايفن الشدوات، الشدوات كلها راح تكون بنيات على برونز. سو من الالوان البرونزيه، شوفوا ايش حالاتها، شوفوا ايش حالات اللون. الله اللون حلو. لاحظي على صبعك تشوفيه. عايزه اقول الله. ده ايه ده؟ ده برونز يا بيبي، ده هيبقى تحفه. ده باليت جليتزي. ده ايه ده؟ حاجه جديده ظاهره عندنا ولا ايه؟ يس والله ميك اب فور ايفر، بس شيء من الخيال. شوفي اللمعه اللي بال حلوه قوي، الاضاءه، الكونتور، الهايلايت. ده هنا بقى، ده يتحط فين ده؟ لا يا فيفي مش ده، اللي تحته يا فيفي. ده ده ستار ليت باودر. حلو ده، يعني من المفضلات عندي، من المفضلات صراحه. ايوه ماسكارا، الماسكارا اقوى ماسكارا حواجب مرت علي في حياتي. مش للي عنده حواجب، انا ما عنديش دلوقتي، هتعملي لي حواجب وتعملي لها الماسكارا. اوكي راح نرجع ناخذ الماسكارا بعد. هتاخذي الماسكارا سموكي اكسترا، دي حلوه. يب تعديني يا فيفي يعني. لا مش هساعدك يا حبيبتي، وانت مش بتحدي، انا سايبه لك نفسي النهارده، والساده المشاهدين هيشوفوا النهارده مكياج فور ايفر، هيشوفوا النهارده انت عملتي لي ايه. والحمر هنا عندنا الجديده من ميك اب فور ايفر، الانك ده روج ده؟ يب تخيلي. لا ما تقوليليش ده انا فاكراه منيكير. يعني حرام عليك، حرام عليك يا فيفي، والمصحف حرام. اصبري بس. يلا او ماي جاد، بس خلاص انت فاكره ان انا بحط منيكير؟ كويس ان انا حطيته على شفايفي اهو. حلو الحمد لله. حلو اللون ده؟ لا بجد. يلا ايه نبلش؟ خلصت خلاص؟ يب بجد؟ يس. انا ايه اللي مدخلني من هنا اهو السكه كده؟
ايه رايكم فيه؟ احط اللون ده ولا مش عليه؟ حلو يلا نبلش. هتبلش ايه؟ اديني الببرونة الاول. شنو يعني ببرونة؟ يعني المراية، مش هتعرف تعملي مكياج من غير ما امسك المراية في ايدي. اسكوزمي يا حبيبتي. اوكي بيبي. رح نبتدي. اول شيء هحط لك بيس لونه اورنج. البيس اورنج فين؟ في عينك يا بيبي. في عيوني هتحطي اورنج؟ رح يطلع خطير. سلمي لي نفسك. اي كانت بليف ات. انا هشوف. اوكي راح احطه ليش؟ لانه كريمي، فالكريمي هذا ممكن يمسك لي الشادو عقب، بس انا ابي اورنج لان احنا شادواتنا راح تكون برونز، راح ندخل اورنج شويه وبنيات وكده. ولا تحط بنيات اورنج؟ اوف كورس يا بيبي. هتحط اورنج؟ اورنج مع بنيات. يلا جو هيد. ايش رايك؟ ايه الحلاوه دي؟ انت لسه عملت حاجه يا اختي؟ ايش رايك؟ انا لسه عملت حاجه، ما رايح ايدي قبل ما تخلصي دي كم حاجه دلوقتي. ايه بقى اللي هتحطي؟ الاورنج، بعد كده بعد الاورنج تعملي ايه؟ بعدين نبلش عاد بالشدوات. لازم نحط بيس كريمي لان البيس الكريمي دائما يمسك لي اي شيء باودر، اوكي؟ ولكن لما نبلش الباودر على طول بدون بيس كريمي ما راح يطلع وايد واضح. غير كذي البيس لازم يكون لونه شوي اغمج من لون الجفن. الفان براش من ميك اب فور ايفر رقمها 242. اول شيء راح نبلش فيه لون انتقالي. اللون الانتقالي ده ايه الانتقالي بقى؟ هتقعدي تنقلي من حته لحته ولا ايه؟ لا هو هنتنقل بيه من لون للون. من لون للون. يس. انت حطيتي اورنج، هتحطي ايه بقى؟ اورنج. اورنج تاني. اورنج بس فتح مختلف اللون. يب. لسه قدامك شغل كتير، اتفضلي. اول شيء راح نسوي الاورنجيات هنا، بعدين راح نبلش بالبنيات. ليش؟ عشان البني لا يقلب معاي رمادي. افضل لون معاه الاورنج. انت تعرفي ميزه الكويتة في الميك اب ايه؟ ان دايما بيعملوا الوش العربي، الشكل العربي الحاد. انت تحبين ده؟ انا بحبه، بس انا طول الوقت كنت عامله اسودات اسودات اسودات، فعشان كده هجرب النهارده انا وانت انك تعملي لي البنيات واشوف هتبقى ايه الاورنجات في البنيات في الحاجات دي. لان الحين هذه اللون، الالوان هذه اللي هابين فيها الحين، الموضه حاليا. الموضه يس. بس في حاجات اساسيه ما بتبقاش موضه، يعني مثلا بنيات اساسي. البنيات اساسي اساسي بيتضاف عليها الموضه درجه البني. مرات يحطوا لكم بني اندرتون اورنج، مايل على الاورنج، مايل على الاحمر. فهمتيني؟ امسك. شفت سيحت البلاستيك. سيحت البلاستيك. والله سيحتيه اهو، ده طلع بتاع مش مكسور على فكره. دي طبيعته، هو كده طبيعي البلاستيك كده. طيب اشوف انا ايه حكايه الاورنج دي. سو رح ناخذ لون بني من باليت جليتزي، اوكي؟ اللي هو هذه الدرجه، عشان نحطها بطرف العين. انتوا برضو تتفرجوا عشان تتعلموا، على فكره ده فرصه ان هي بتعلمكم وانا بتعلم كمان. يعني وانا اتعلمت من اشياء، بس يعني هي مو راضيه. انا هتعلم اهو عشان اقول السر. لا شوف شحالات البني يطلع مع الاورنج. امبي امبي انت. سو الحين راح نحط البني هني عشان نخلق او مو نخلق، خلينا نقول لكم شيء اوضح. ندخل المنطقه هذه داخل شلون؟ باي لون غامج، اوكي؟ فناخذ اللون وراح نغمج بعد زياده على فكره. لون غامج شويه هني، ندخل هذه المنطقه ونسحب برا شويه، اوكي؟ اليوم بنسحب كلنا طبعا. صح يا فيفي؟ اه طبعا. بعدين راح ناخذ بفرشه صغيره من ميك اب فور ايفر اللي هي رقمها 218. معلومة، أي فرشة مكتوب عليها ويفي، ويفي يعني خط متعرج، يعني الفرشة خشنة. خشنة خشنة يعني حق الباودر، أوكي؟ الستريت يعني حق الأشياء. سكوزمي بقى يا حبيبتي، خلي بالك إن بشرتي حساسة، فمفيش داعي تستعملي الخشنة، ما تجيبي واحدة ناعمة. ما لها علاقة، لأن هذا حق العين. شنو برجك فيه؟ أنا برج الثور يا حبيبتي. أقوى برج. حلو قوي وقوي. أقوى برج. وصريح جدا على فكرة. أي نو. أنت برجي إيه؟ ميزان. يا لهوي. لا يا لهوي. لا لا الميزان حلو قوي، بس في الرجاله غيور 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 غيور. يلا بقى سك على البوك. يلا شوفي. ايه عمرو دياب ما سوى لك اغنيه؟ عمرو ده حبيبي. هو عمل لكل الابراج الصراحه، بس عايزه اقول لا عمل ازاي عمل الابراج اللي عامله اغنيه مكسره الدنيا. في كمان اغنيه حلوه قوي اللي عاملاها يسرا الجديده، ثلاث دقات. ثلاث دقات. حكايه. التحدي كله اليوم باني انا اقدر اسوي
ميك اب حق فيفي عبدو وهي قاعد تقتلني هنا، قاعد تقتلني من الضحك. ما لازم اضحك، انا ما اقدرش. نعم صح، ده انا لو ما لقيتش حد انكت عليا انكت على نفسي. لا 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 لا، يعني ما انا يعني الكلام بياخد ويدي معاكي، يعني بنتكلم بندردش. قولي لي ايه احلى عروسه عملت لها ميك اب وطلعت من ايدك عامله ايه واخبارها ايه؟ يعني انا في عرايس اخلصهم اللي بيلمع اللي انا شفته ده اللي هنا ده، لما احط له عرايس ده بقى في الحتة دي هيبقى حكايه. خيال ده فور ايه؟ صح، خيال. ها انا يعني خيال، والابيض كمان اللي بتحطوه هنا كمان ده. أيوة هذا، ايوه ده، شوفوا ده يجنن ده. هو ده، هو ده، هو ده اللي بيخلي العين بقى والعرايس بتبقى بتعمل كده. فانا يعني اموت على رده فعل العروسه لما تطلع من عندي مستانسه، خصوصا ان هذه اهم ليله بعمرها. طبعا بتبقى يعني ليله في العمر، بتبقى ليله في العمر فعلا. الحين راح نستخدم الاكوا اكس ال اي بنسل اللي هو الكحل الاسود من ميك اب فور ايفر. ميزته انه ضد المي، ثابت فما تحاتي. ضد المي، يس ده كويس. ده اي شيء ضد المي فيفي تحبه. غمضي. راح نكحل اول شيء خط الرموش عشان لما نركب رموش الحين. الكحل الاسود ان احنا نسحب العين ونركز بالرموش، اوكي؟ الكحل الاسود فوق مو تحت، يعني تحت دائما حتى اذا اللي يحبون يكحلون عينهم كحلوها بني، راح تفرق معاكم وراح تكبر العين اكثر. والله؟ والله. وراح يعني تبرز حتى لون العيون، حتى لو العيون سوداء تعطيها لمعه كذي بنيه. طب ليه بتستعملي القلم عشان ووتر بروف ولا ايلاينر مفروض؟ عشان اقدر ادمجه شويه، وانا ما ابي ايلاينر حاد. اوكي، انا ابي شيء يكون مدموج يعني. غمضي اتفضلي. وستيل هم هذا ميزته انه ووتر بروف بعد. هذا شيء طالعيني اهو. انزين الحين راح نمسك الفرشه من ميك اب فور ايفر رقمها 210 اللي حابتها انا فيها ان هي ضعيفه ومتينه بنفس الوقت، اقدر احدد فيها بهالمنطقه واقدر ادمج فيها مو بس احط. فراح اخذ بني فاتح من هنا، هذا ترى البالت مال الحواجب على فكره من ميك اب فور ايفر، بس انا احب الدرجات البنيه اللي فيها اقدر استخدمها حق العين. سو راح نسوي كريس هنا بهذه الطريقه. بصي على الفرق يا فيفي. هفضل ماسكه فرده الدولاب دي كده كويس. شفتي كده؟ شايف؟ والله عيني ظهرت. ايوه. زين ليش هذه الطريقه وايد حلوه، تقرب من العين شويه وتسوي لكم شو اقول لكم، حفره هني للي ما عندهم حفره او اللي عندهم انتفاخ هني، هذه الطريقه بيرفكت. انت سمعت اغنيتي بتاعت انا حره بحبش دورها؟ سمعتها بس حابه اسمعها مره ثانيه. والله طب يلا نسمعها انا وانت. حكم الواحد والمكياج شغال بيبقى الواحد عايز يسمع اي اغاني. هاي ما عاد فوق ثابته في هالاغنيه. بقولهالك 100 مره للسبب. الحين انا استخدمت لك هذين الاثنين، خلطتهم مع بعض حق الحواجب، اوكي، من ميك اب فور ايفر. الحلو فيهم ووتر بروف. اللي راح نسويه ان احنا راح نرسم شعره شعره اليوم حق فيفي. اول شيء الشكل راح تلاحظونه مو مرتب وايد، انزين، وما راح يكون كثيف، راح نبلش بالحاجب خفيف، شوي شوي راح نزيد. شوي التكنيك مال الشعره شعره متعب، خصوصا اذا شعر الحاجب مو وايد كثيف. مشكله التاتو الدائم لما دلوقتي في حاجات جديده كتير قوي. لا المكياج خلاص بقى فيه تقدم في كل حاجه. صح. شوي هالمرحلة في تركيز. نركز شوية عشان الحواجب بتحتاج تركيز على فكرة. لكن بقى لو الواحد عمل التاتو ده هتوفر وقت كتير جدا. الله، لا بس تسلم ايديك والله. الحين أهم مرحلة في حياة كل بنت. اللي هي؟ اللاشز. أيوة الرموش. يب. راح استخدم لك رموش 700 و4 لان انا ادري فيك
تحبي الرموش الكثيفه ولايق عليك. اه حلو يعني هي ما شاء الله بيني وبينك اه بتبقى بتدي العين شكل حلو. يس هذي عين برموش وعين من غير رموش وهذي حاجب وهني بدون حاجب وهنا حاجب وهنا من غير حاجب بس الاثنين حلوين يعني نعم عايزة تقولي ايه يعني لا انا ما قلتش ايوه ما شاء الله الله اكبر يخليك ليا عمري بس طالعي تحت كل حاجة بتلاقي انت بتقولي بقى الالوان مش كده اللي بتحطيها اه تمام كده تفتكري اللون الاسود ممكن يبطل من الميك اب مستحيل مستحيل ها مستحيل ليه بقى لان هو لون يعني اغلب الناس يعني لما تحكي عن الشعر الاسود اغلب العرب شعرهم اسود اوكي آه رموشهم سوداء آه حواجبهم سوداء السواد آه هذا اساسي والسواد يعطي حده كذي آه انت تعرفي كمان كيم كانت حلوه قوي شعرها اسود صح ما اعرفش ما حبيتهاش بالشعر الاصفر يعني لما غيرت الاصفر يعني لما كانت باللوك العربي اه حبيت يعني حبيناها هي طلعت من لان طلعت شكلها عربي صح لكن لما عملت الاصفر خلص بقيت الاجانب الحين حق تحت العين راح نستخدم ايه بقى الاسود از ا بيس بعدين راح نحط الالوان البنيات اوكي ايوه بيبقى حلو قوي ده راح نحط الكحل كذي شوي تحت نحطه بهذه الطريقه ايه الطريقه بقى ما انا مش شايفه انت بتوري الناس اللي بتعلميهم دلوقتي مش كده انت هتتفرجي على الفيديو وهتتعلمي فيه هتعلم الفيديو اللي احنا عاملينه النهارده ده لانه لازم يستفيدوا النهارده في حلويات رمضان دي يستفيدوا حلوه رمضان يستفيدوا بالميك اب ده يتعلموا ويبقوا جايبين الخامات بتاعته لا اعمل ميك اب لا اغني خل الاثنين نقدر توجذر وان توجذر يا بيبي توجذر يس ريلي اوكي واي نوت الحين راح نحط البني هذا نفس اللي سويناه فوق تحطيه فين بقى تحت يس فوق الاي شادو انا ليش حطيت قلم كريمي تحت دائما الاقلام الكريميه تثبت لكم اي شادو تحطونه بس مهم ان القلم يكون كريمي ايوه يعني لازم نحط كريم الاول وبعد كده تحط عليه الاي شادو الباودر يس اذا كريمي يمسك. بروحه ممكن يسيح صح فبعد ما نحط البني هذا راح نغمجه بالبني الثاني اللي هو من البلت مال الحواجب زين الحين بنحط كحل اسود بداية العين للحين اللوك النهائي ما خلاص باقي لنا اللبستيك باقي لنا البلاشر الاضاءات الشعر والشعر اللبس ايوه مش انت بس تتكلمي عن نفسك واحنا فين المجهود بتاعنا انا هذا انا خالصه حبيبتي حبيبتي هنرجع لكم تاني مو ايوه بقى ويلا بقى الشتوى عسلات وفولات ايه رايكم يا جماعه الكستناء حلو ها اخبار ايه التغيير جذري 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 يعني ايه اوكي لا اوف معوجه وكلمي عدل ايه الجذري عملتي فيا ايه انا زي ما انا وانت بتتغير سو الحين اللي بيصير بس الفاينل تشز اللي هي الكونتور باودر حق الخد والكونتور باودر حق الخشم هذا لا اهم اشياء طبعا اليوم ترى الاشياء اللي انا وايد مستانسه ان احنا غيرناها الحواجب صارت وايد احلى الحواجب طبعا مش رايك سبتيها مش عايزه كلام بس يعني نعم انت بتعملي فيا ايه ما انا زي ما انا وانت بتتغير وراح نحط هذه الطريقه ترى من بلت جليتزي من ميك اب فور ايفر الجديد
الصوب. بين الصوب بنحط الصوب الثاني. الحين نرد نعيد شوية على البلاينر. والبلاينر الكوليكشن الجديد شيء من الخيال، كريمي ثابت، ألوانه شوي أقوى من اللي قبل، يعني ألوانه وايد ما أدري شو يقولون قوية. حبايبي خلصنا الحلقة النهاردة مية مية، بس فاضل لي فزورة. عايز أقول لكم قضيت يوم جميل جدا معاكم، ميرسي ثانك يو، متشكرة جدا لكل الناس الموجودة. مكياش فور إيفر، فاضل لي الفزورة، تستنوا معايا تتفرجوا على الفزورة. يلا بينا يلا. فزورة النهاردة، بحبهم يا ناس بحبهم، عندي منهم بس بشتري زيهم. هو مش لازم اتحرك وانا بحطهم. لو نفسك في عريس هاتي منه، لولا العين ملهمش لازمة، ولو راحوا مني هعمل أزمة. شغال مخك يا حبيبتي، قوليلي ايه هي الفزورة. يلا جاوبوا على الفزورة. بقول لكم ايه، ده في مكاسب كتيرة قوي، شنط ومكياج وعشان تربحون تطلعت منين؟ حطوا ولا تنسون تحطون الكومنتس مالتكم مالت الإجابة تحت الفيديو، ولا تنسون سبسكرايب على ميك اب فور ايفر ميدل ايست يوتيوب شانل. اعملوا فولو على انستغرام يا جماعة، ميك اب فور ايفر ام اي اي، وان شاء الله تعرفون اسامي الفايزين وراح تربحون اكثر المفروض من هالجوائز. مليون مره قالت لكم اهي، اسمعوا اللي قالت لكم عليه. بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير وسنعاد عليكم. باي.